متابعي ومتابعات قناة أزغن غنسيتي داخل وخارج أرض الوطن، نتوظن غيت الثان الكاتب الإقليمي للتجار ومهني السوق الأسبوعي فومات عبد الله العراسي قيت وجدك حاليا ما مشت ولا ملا تتي بقعة الميزان. هذا يوضح خصوصا الجاليا غير تبعني الخارج غنغطس متتبعين ديال الجاليا غيعزني تاني ديال الخارج. أصلي يوضح المشكلة التقسيم يجي المشكل عاويس وهي سنتصن الوقت والله يحسن عاون أنت ما مشت تغوى تزريم دي فيديو تغوى تنشاغ مارة تغوى تواجد تجير ثواس من وين ماذا يتصمد الصراحة والله يحسن عاون فومات عبد الله نمشي نقارس تمازيغ تنغ المشكل ثي حرا ثي التقسيم مرمي غاتنفك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا نتشكر ثومات سفيان ونتشكر كني وخص فحالهم زغن غانينو نتشكر يا ثمثنا المتتبعين ونتحيا سي يا ثمثنا غدا غيتبع الجالية المغربية المقيمة بالخارج لأن نكتين كن غير جنها مدجم ومنوس مازال عاد يعني قد سقسان دماني وض السوق الأسبوعي. ما مشت وليد ثومات سفيان يعني الإخوان إينا قد الإخوان الجملة نزنوزان خوضات الجمرث ما مشتغلين يعني السوق يعلون دير خميس إن شخص قديش إخبار قد شنو تعماش السوق الخميس وانتي وبور خوضة النغنهان اثنين يعني غاوز غنغام يعني اثنين دير خميس أرحمة يعني نضمنا نغ يعني خشني موشنة خشن أرقام خشن كذا نشقيق المراسل لني المجلس البلدي يعني استدعي نغ دي نشتو الإخوان الجملة كيس نقج الاجتماع وفعلا نروح نقل الاجتماع شو كيس نحضر شا ني غاس عاود ناس المشكلة غاوم يتجاني المجلس عاود ناس المشاكل المجلس البلدي فان كيس ندغ على المكان غاس السوق وسين الناس مش تقسم يتقسيم يعني مش توري غنشيخ على الجملة كوين جارس نعود وامس فهم يعني غابا خمسة قايمو عشرة نيولان قانمو مش مش توري غادي نبول حل يعني ثينا العراقي الوها يولان وازون بود خدم خطا وانسن شقا قاغس انتدا يعني واخس مبو يولان واخس مبو تجمع عباد الله تخدم خطا وانسن الله يجازيكم بخير الحل قنس شنا سنت يكون يما راه درت الترتيب الجواني والنغني ما شتو غينديها ادبدا واحد ما يتكمل لكم يا ما غيكمل حساب ادس المارك طاف نحيد ادس السانيتا يعني هذا الحل غاسني يتجن اني هني وامس فيهم كشاي كوري جني قارش واحد زايد غيبدا كوري جني قارش مثلا شغالي جن مساحه قارش تو غاري 4 5 6 كوميا مثلا تبلاصيغ يعني من قال الاخوان مري كوري جن 5 6 كوميا خصنا 3 4 عند وقت لقينا غاي جمرت قاس الله يجازيكم بخير يا مثلا التجار ام عوان غا تقسيم كتيج اللجنه كتيج اللجنه الزايوم كتيج اللجنه الزايوم كني و كني و غيقسمن كني و غني موشان يخفنهم. اما النسبه نشبع داك عبد الى راسي كاتب الاقليمي التجار المهني الاسواق الاسبوعيه نشقى باري سيمانيا نشقى بعد سي التقسيم وني غا سنتظر ناض ومي يعني المراسله الاخباريه على التجار قطع مع مرخوضات نش صافي نشقيق تجربينو نش واقفين نش التقسيم كيق يعني واحد جوا قبيل ديني ودان قبرنت ديني ودان واخ جي نشا غنكمل يعني عمليه التقسيم وفي غمني مش سمحق عاف عقي فسن مش باري يعني سي تنظيم باري سي التقسيم مش مري حدا جناي يعني دي شان الوقفة حدا جنا دي شان الإخبار قيداني تا كيسن بتدخل حق السن ولكن باش نشحا كيسن نظم غسني شكات قدا شكات قدا ثني خاقا غسن لا مري حدا جما يكني وعاون غواخا شان الفكرة دون تكشغ شان حاش يعني النغم دايزا قيدا غاكيوم يعني الفكرة ينوس نكشيغ رخو عاد جماش تواري غنشان 90 دي 100 قبريت 10 دي 100 واحد قبريت يعني 10 دي 100 هني راه خيتك العراقي هني هزو نقص بالسوق قاص السوق غيتبدي شاع يعني جماش تواري غنشوق الحمد لله السوق قاد السوق يوجد المجلس يوفر السوق يعني النضال النهض النضال الاخوان النضال الجاليه المغربيه جا ديال الخارج النضال يعني نتاع روان الساكنه وزنغان نكسب السوق نويد السوق ولكن خوميتي خصني خصيت غا شويه التنظيم وهي يعني ودان باش نضمن يخف نسن وكينا نضمن يخف نسن ما شتوري شتو الجار قعدت تنجو النغني ما يمي ما شتوري عاودي ودان يكسين 5 6 10 توابر مين خاص تغات تستعزد قابلنا من خوضي الظرفيه هي هذه نتجا ايد 5 انتو ما عطيتش واي قرحه ما يزن زيت ما يمي يعني الظرفيه هذه نتجا ماش نقاشين فرانك والو الازمات يعني الازمه تنقرض القدر يعني بنادم المستهلك وغصبو من زي غيصغ يعني التجاره تتوسل وتجبد تنقر خويا بلا ما يستغ مسيس ناخذ انتو ما عطيتش تنا غادي يزن واش كنتي تنطبر انا ثنايين اجتي المغنيه ما شريت تخدم لنا يعني غادي نزل نقبه العيش يعني حتى الفكره انه شغال يتجان قراصني الاخوان واكسين بوي موشان واقترح حتى في المجلس البلدي قراص قي ولا انا قيمه 30 مضى 40 واكسي بوي موشان اكثر المبادرة يعني كان مجلس البلدية اكو منو يا مغسل انشيكو مياكو مويا اكو مثيري السلطة غتحموني غا 6 8 10 توابر ما يسجد تكين ثينا كشا سنين صغا يخدم يموشا نغني كشي هنا نغني وغادي شا وشا تفكر المشكلة اما اصحاب الجملة قاص الله يجازيكم بخير مسفهم جاروهم قال فكرة كشي الصباح امني غا قمي التقسيم كوري الجن يعني غاديك سيا مشا الناس روح تعاد تخدم جتي ودانا تخدم خطاونهم بعث لي الدقن القيل والقال ما مشتوري غنش يعني ما لا سي غينا موقع السوق يروح والله العظيم هذا هما
بيان ما لاسي غينا مو يعني دي المشاكل ذا الصداع كذا غير دا غيوقع شي المشكل قرا السوق غيروح وتتبعتي نخص السيد غاثم سفيان ونتشكرك ني وشكرا والسلام عليكم.